باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى دهر الدهور كلها آمين. كل سنة وانتم طيبين إخواتي الأحباء، نهنئكم بعيد الميلاد المجيد وننقل إليكم أولا تهنئة أبينا المكرم صاحب القداسة والغبطة، أبينا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، بابا بطريرك وأبو كنيستنا ورعينا الذي يكن لهذه الكنيسة محبة خاصة وأقامها مقرا له. أنقل إليكم تهنئة أبائي كهنة الكنيسة والخدام والخادمات والشمامسة والمرتلين والمنظمين كشافة وكل القائمين بالخدمة في الكنيسة والعاملين أيضا فيها. نقول لكم كلكم كل سنة طيبين، ربنا يديم الأعياد علينا دايما. نتأمل مع بعض في ميلاد السيد المسيح، إن ميلاد السيد المسيح كان هدف أو بوابة طبعا للتجسد، زي ما احنا عارفين إن المسيح جاء لأجل أن يموت لأجل أن يوفي الدين عن البشرية كلها، يرفع الغضب الإلهي عن البشرية، يوفي الدين ويفدينا ويعطينا حياة أبدية. ومجيء السيد المسيح وولادته صاحبه فرح للبشرية كلها. النهاردة قرينا مع بعض المجوس لما جم قبل السيد المسيح، ويقولنا كده هو قصة المجوس كلنا حافظينها كويس، ان هم جم من بعيد وراحوا دخلوا للملك وسألوا اين هو المولود ملك اليهود. انما اهم نقطة انما رجعوا تاني وتابعوا النجم ودخلوا وجدوا الطفل في البيت، يقول لك ففرحوا فرحا عظيما، فرحوا فرحا عظيما، وفتحوا هداياهم وقدموا سجدوا لي وقدموا لي هداياهم ذهب ولبان ومر. الناس اللي حكلنا عنها الانجيل النهاردة لما تقابلوا مع المسيح فرح، ومين فرح ايضا؟ الست العذراء فرحت لما جالها الملاك قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وقال لها دليل تحقيق هذه الآية فيكي ان العاقر اللي انت تعرفيها هتولد اليومين دول. فقامت بسرعة وراحت لأليصابات، فلما قابلتها أليصابات وارتقد الجنين في بطنها وامتلأت من الروح القدس، ابتدت تسبح ربنا وتمجد العذراء. في الست العذراء قالت تسبحتها الشهيرة، واحنا هناخد منها كلمة مهمة النهاردة، تبتهج روحي بالله مخلصي. يبقى المجوس فرحوا فرحا عظيما، تمام، والست العذراء ايضا فرحت وقالت تبتهج روحي بالله مخلصي. ومن ضمن الاوائل الناس اللي عرفوا بميلاد السيد المسيح الرعاة اللي متبديين، يعني عايشين زي البدو، طلعوا زي البدو قاعدين في الصحراء، جالهم الملائكة يقولوا المجد الله في العالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة. والملاك قال لهم ابشركم بفرح عظيم انه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. يبقى ست العذراء فرحت والرعاة فرحوا، ومش الرعاة بس، والملائكة كانوا بيقولوا وفي الناس المسرة، يعني العالم كله هيفرح بميلاد السيد المسيح. ولو حبينا نتتبع كل اللي عدى عليهم ميلاد المسيح فرحوا، يعني سمعان الشيخ الراجل العجوز اللي مل من كثرة الأيام اللي كان منتظر ميلاد المسيح، بمجرد ما شاف المسيح قال له الآن يا سيد تطلق عبدك نفس عبدك بالسلام، خلاص مش محتاج حاجة تاني.
اللي عايش من اكله اكتر من 300 سنه شفته النهارده، انا فرحان، انا مش عاوز حاجه تاني، خلاص انتهت رسالتي في هذه الحياه، انا كتبت هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا وانا شفتها بعيني ورسالتي انتهت وخلاص. وزكريا الكاهن لما اتولد مبشر او مهيئ الطريق للسيد المسيح اللي هو يوحنا المعمدان، سبح ربنا وابتدى يتنبأ عن قصة الخلاص. قصة الخلاص كلها تلاقوها في الكام آية اللي ذكرت على فم زكريا الكاهن، انه ابتدى بانه يبارك الله ويتكلم انه هو صنع فداء لشعبه وان نحن بلا خوف منقذين من ايدي اعدائنا نعبده بطهارة وبر كل ايام حياتنا. واليصابات قالت ربنا نزع عارما، يبقى كل اللي تقابله عن قرب مع السيد المسيح فرح. عاوز اقول حاجة مهمة بس عشان نفهم قصة فرح كل واحد من دولة، ان ربنا هو اللي راح لكل واحد منهم. يعني ما نقولش ان ناس راحوا واهتموا ودوروا، حتى المجوس اللي كان بيدور عليه ده ربنا هو اللي دور على المجوس. ربنا بعت الملاك للعذراء عشان يختارها ويفرحها، وبعت النجم للمجوس عشان يقودهم للمسيح ويفرحوا لما يروا الصبي، وبعت لزكريا الكاهن وإليصابات الابن الذي سيهيئ الطريق لمجيء المسيح، هو اللي بعت لهم الملاك وهو اللي بعت لهم هذا الابن بعد عقورية دامت عمر كامل عشان برضو يفرحهم. فيبقى أول نقطة نقولها إن ربنا هو اللي بيدور علينا، بيدور علينا عشان يمنحنا سلامه، بيدور عشان يفرحنا، مش احنا اللي بندور عليه ولا احنا اللي بنهتم ولا احنا اللي بنبذل جهد، ولكن ربنا هو الذي يبحث عنا وهو الذي يضع امامنا كل سبل الفرح والمسرة الداخلية. عشان ما حدش يجي يقول انا حياتي ما فيهاش فرح، لا، ربنا بيدور على الكل. ده دور حتى على هيرودس. على فكرة هيرودس ده لو كان راح قابل السيد المسيح كان هياخد بركة هذا الملك اللي رفض الملك، اللي لما كان سنه 33 سنة وزفوه دخلوه أورشليم وقالوا له مبارك الآتي باسم الرب، قال لهم مملكتي ليست من هذا العالم. لو كان هيرودس، الرسالة اتبعتت لهيرودس أيضا، لو كان قابل المسيح كان فرح بالمخلص اللي ممكن يطلب 12 ربوة من الملائكة تيجي وتخدمه، الذي كان يقول يصنع خيرا، الذي كان يشفق على البشرية كلها ويتحنن عليها. هو المسيح نداه له بس هو رفض الدعوة، حتى قال للمجوس روحوا دوروا عليه ولما تلاقوه تعالوا قولوا لي عشان أباجي أنا أسجد ليه. يعني حتى هيرودس، حتى الهيرودس كان ممكن يفرح بس هو اللي رفض. والكتبة والكهنة وكل اللي كانوا حافظين النبوة ان انت يا بيت لحم لست الصغرى، منك هيخرج مدبر بني اسرائيل، لو كانوا دوروا على المسيح كان هيعتبرهم من الامناء الذين عن يمينه، كان هيعتبرهم من الكرامين الجدد اللي هيسلم ليهم الكرم وكان يبقى ليهم نصيب معاه، ولكن هم رفضوا. فيبقى عمل المسيح وميلاده كان فرحة وسلام لكل من يقبل هذا الميلاد، تمام؟ انما اللي قبلوه فرحوا فرحا عظيما. تعالوا ناخدها واحدة واحدة ونخلي الست العذراء الاخر عشان دي اللي نختم بيها. الرعاة كانوا قاعدين بالليل وظهر ليهم الملاك، ولما ظهر ليهم الملاك قال لهم المجد لله
الارض المسره وانتوا ليكم فرح. كان ممكن يكتفوا بهذا، هو بيبشرهم بفرح، النهارده حصل حاجه حلوه، النهارده في ملك اتولد، مخلص اتولد، كانوا ممكن يقولوا يا سلام خبر حلو وانتهت على كده هوت. تمام، ما ياما بتتقام معارض فنيه ودورات ثقافيه ومؤتمرات جوه الكنيسه ونسمع عنها، ويعني القليل اللي بيروح. انما الرعاة سمعوا وراحوا، ولما شافوا المسيح وهم راجعين ابتدوا يسبحوا ربنا. تجدوها في لوقا 2. عاوزكم لما ترجعوا النهارده تمسكوا الكتاب المقدس، وكل من تقابل مع المسيح في ميلاده تشوف رد فعله ايه. الراعي اللي قاعد في الصحراء، اللي كان في وقت دوت كان هينام وينعس، اللي كان كل الاعمال اهتماماته كلها في كم غنمه ويبعد عنها وحوش البريه، تحول من راعي الى مسبح. وابتدى لقائهم بالمسيح يغير داخليتهم، ويبتدوا كان الاول وهم رايحين بيقولوا نروح نشوف الامر الذي اعلمنا به الرب. حاجة الغريبة الخبر اللي سمعناه، لما هم راجعين رجعوا بالتسبيح ورجعوا بالفرح. يبقى نقدر نقول اللي يتلامس مع المسيح، فرح المسيح في حياته يتحول الى تسبيح وترنيم وشكر. والكتاب بيقول اما سرورا احد فليرنم. وتعلمنا من داود النبي الذي كان يقف امام الله كثيرا، تعلمنا منه المزامير والتسبيح. يبقى اول حد اتقابل مع المسيح وفرح، الفرح اثمر في حياته تسبيح. وزكريا الكاهن اللي فرح، الفرح اثمر في حياته نبوة واستنارة وعينه انكشفت. ما بقاش كل قضيته في الحياة ان هو بعد ما شاخ جدا وبعد ما ماتية مستودع سارة جالهم ولد، لا بقى، بس بقت القضية قضية الخلاص. صنع فداء لشعبه وابتدى يتكلم، وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى. ابتدى ده لسه عيل ما عملش حاجة. لقاؤه مع المسيح حتى قبل ولادته حوله من متشكك ورافض رسالة الملاك إلى نبي. ويمكن لما بنقول زكريا الكاهن ونيجي نقول زكريا النبي أيضا، لأنه تنبأ عن خلاص المسيح اللي يعمله. والمجوس اللي جم سجدوا للمسيح وفرحوا أصبحوا خدام، خدام للرسالة الخلاصية بتاعت المسيح. الأربع سنين اللي قضاها المسيح في أرض مصر، يوسف النجار الرجل العجوز الغلبان اللي ما عندوش، والست العذراء الفتاة البسيطة الفقيرة، يعيشوا في أرض غربة أربع سنين. منين؟ فين مصاريف الرحلة؟ وفين زاد الطريق؟ وفين أجر المبيت في الخان اللي على الطريق كل شوية؟ وفين؟ الكتاب ما ذكر لناش بالتفاصيل فترة قعدهم في أرض مصر، ولكن يقول لنا إن قبل ما يروحوا أرض مصر كان المجوس ربنا حرك قلبهم يدفعوا تكاليف الرحلة. طبعا هم دفعوا ذهب ولبان ومر. انا اتخيل عن نفسي، ما قلتش ان ده واخدها من كتاب، ان هم كانوا جايين بالطبيعة، جايين بالطبيعة من بلدهم ومعتاد معهم ذهب للسكة، المصاريف الرحلة، وكنوزهم المعتادة كناس عظماء. انما لما شافوا المولود دوت قلبهم اتحرك، فكل ما هو ثمين وغالي عندهم حطوه تحت رجلين هذا الطفل. ويبقى نقول ان الفرح اللي اعطاه المسيح الطفل وهو بيتقابل مع المجوس
خلاهم يتنازلوا عن غناهم، وخلى قلبهم يتحرك بالعطاء، وخلاهم يتنازلوا عن كرامتهم كملوك ويسجدوا امام طفل. تتخيلوا المنظر دوت؟ على فكرة المجاوس ما كانوش تلاتة بس زي ما الصور بترسم، تلاتة راكبين تلات جمال. هو التلاتة كانت تلات انواع من الهدايا، انما المجوس ده كان عددهم كبير. ده لما دخل اورشليم ارتجت المدينة، قافلة من عظماء المشرق جاية. تخيلوا عظماء المشرق كده هوت، راح كلهم وقفوا ولقوا طفل سنه ما وصلش سنتين، راح كلهم انحنوا وسجدوا ليهم وفتحوا ليه كنوزهم. اللي يجي للمسيح، اللي يجي للمسيح في مزوده، اللي يجي للمسيح الصبي ويقول له انا عارف انت اتولدت لاجلي، لاجل خلاصي وضعفاتي، يديله غنى اكتر من الغنى اللي عنده. المجوس كانوا اغنياء، خدوا اعظم. خلوا بالكم الانسان ما بيسجدش الا لاعظم منه. احنا لو قدست البابا دخل هتلاقوا نفسكم كلكم وقفتوا وقمتوا سجدتوا ليه واديتوا له الكرامه كراس للكنيسه. فهم كانوا في بلادهم عظماء، ولكن اكتشفوا ان في اللي اعظم منهم، واستبركوا بسجود لي وفرحوا بهذه البركة. فاللي يتقابل مع المسيح يديله غنى فوق غناه الشخصي، الغنى الداخلي اللي يخلي كل شيء في العالم دوت ملوش قيمة. واللي يتقابل مع المسيح يتعلم التسبيح، واللي يتقابل مع المسيح تستنير عينيه. وأقول لكم عن بعض الشخصيات تقابلت بس انتوا تأملوا فيها. ابراهيم ابو الاباء اللي خد وعد، واللي فسر الوعد دوت بولس الرسول كويس، قال له بنسلك تتبارك جميع ممالك الارض، هيجي من نسلك واحد هتكون به البركة. وبولس الرسول ركز ان كان مقصود بالبركة مش ناس كتيرة، لانه لم يقل بالانسال اي بالابناء، لانه هو قال له ابنائك هيكونوا زي الرمل وزي النجوم، ولكن البركة بالنسل بالواحد اللي هو المسيح. تخيلوا كده هوت، لما ابراهيم يكون لسه منتظر في اعماق الجحيم ويعرف ان الموعود به اللي هيباركه ويبارك العالم جه. تخيلوا كده هوت داود اللي يكون محبوس، وبالروح كان تنبه وقال لن تترك نفسي في الجحيم ولو تدع قدوسك يرى فسادا. قال على نفسه وقال على المسيح ان هو مش هيقعد في القبر ويقوم من الاموات. بس تخيلوا ان النبوة اللي قالها داود عن المسيح وقالها عن نفسه، يعرف ان هذا الصبي جاء لكي يفتح ابواب الجحيم بعد وقت قصير ويخرجه ويسدد الدين عنه. ترنمي ايتها العاقرة التي لم تلد، تشيدي بالترنم. العاقرة التي لم تلد الذي تكلم عنها اشعياء، الارض اللي كانت منتظره، اللي كانت قال عنها في الكتاب قبل كده ملعون الارض بسببك، الارض اللي كانت بتنبت شوك وحسك هتبقى ارض بركه. في كتير قوي فرحوا بميلاد المسيح. ربنا يدينا روح الفرح وينزع روح الحزن اللي ممكن تكون جوه قلب كل واحد وتسبب له اي ضيق او تعب. ربنا يبارك حياتكم. احب باسمكم اشكر اخواتنا الاحباء اللي جم النهارده للكنيسه عشان يهنئوكم ويهنئوا الكنيسه كلها بعيد الميلاد. انتظروا دقيقه واحده بقى لما اطلع الورقه من جيبي. مش ذاكره بقى، الورقه راحت. عضوي مجلس الشعب،
الأستاذ لواء حاتم باشات والمهندس الدكتور محمد عبد الغني وهيئة المكتب بتاعهم، مكتب كل واحد فيهم، رئيس حي رئيس حي الويلي، رئيس حي الزيتون وحي الأميرية، هما الاثنين اللي جم. هيئة من أجل مصر، مؤسسي حزب من أجل مصر أو في حب مصر، والهيئة برضو المكتب بتاعتهم، طبعا الشرطة والجيش اللي هم جم معانا بقالهم عدة أيام وبيبذلوا جهد أكثر من رائع، أكثر من رائع، بيخدموا وبيتعبوا معانا عن حب وليس عن وظيفة أو تعب، قيادات الأمنية للشرطة وللجيش، بنشكرهم جميعا. بنشكر مأمور حي الزيتون ورئيس المباحث والعاملين بالاسم، جميع السادة الضباط. بنشكر كل قيادات في الزيتون السياسية والهيئات والجمعيات اللي جم النهاردة، كان كوكبة من ناس جت عشان تعيد علينا. نشكر الرئيس السيسي اللي تاب مع الكنيسة، والنهاردة الكنيسة بتحتفل بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، وقداسة البابا بيصلي فيها أول عيد ميلاد، وكان معاه الرئيس السيسي بنفسه عشان يعيد على الشعب القبطي بعيد الميلاد. بنشكر كل اللي قدم حب لينا، ربنا يعوض الجميع على محبته، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. وثياب شيخ النيمان شيخ النيمان.